مالك عم صبت؟ ماليش ماليش، هينا رايحين نشوف ايش نشتري وايش نسوي للماما. طب مالك عم صبر زعلان؟ يا عمي مش زعلان، انا ساكت هادي يعني ما ماليش اشي يا تيتو. لا انت ماليش. زعلان يا عمي، مش زعلان بقول لك، مش زعلان، بدك تجنني، مش زعلان. ايه ليش زعلان؟ بقول لك انا مش زعلان، بتقولي ليش زعلان؟ صار شي معك اليوم؟ لا حول الله، مش زعلان انا، مش زعلان يعني. طب امشي امشي. مالك زعلان ايه؟ علينا مش بقول لك، اقول لك هيني مبسوط، ها مش زعلان. انت عمالك تعمل حالك مبسوط وترجيني ابتسامه، بس انت من جوا مش مبسوط. يا عمي انا مبسوط مبسوط مش زعلان. لا وحياتك يا تيتو، مش زعلان. انت ليش زعلان؟ انا هلا بدي اعرف ليش. يا عمي اقول لك اقول لك ولا ما اقولكش؟ لا قول لي. خلص انا زعلان. طيب بتحكيش معي، مواصله معي لفوق، انا زعلان. طيب بتحكيش معي. يا عمي انا زعلان وانا حر اضلني زعلان، خلاص زهقتني. طب ازعل. ده يخليني زعلان غصب عني. طب ليش زعلان؟ احكيلي انت، بس احكيلي، مش احنا اصحاب. حدا يقول له انا مش زعلان. انا مبسوط. لا. انت زعلان. مبسوط. لا انت زعلان. خلاص. لا يا تيتو انا مبسوط. قول انا مبسوط. انا مبسوط. خلاص انا مبسوط. مبسوط، شفت؟ مبسوط يا تيتو. ها. طب انت ليش ساكت يعني؟ اكيد زعلان اكيد. هو لما انا كنت ساكت بكون زعلان، واذا بكون اضحك بكون زعلان، واذا بسويش ولا شيء بكون زعلان، وماشي كله انت عندك بالنسبه لك زعلان 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 زعلان. انت زعلان يا عمي انا. طب اسمع دخليك تروق. طب يلا روقني. يلا بدي حذرك حزريه. حزريه؟ طيب بعرفهم كلهم الحزريات انا، واذا عرفتها يعني انت مش زعلان. وإذا ما عرفتهاش؟ يعني أنت زعلان؟ يا الله، يا ريت أعرفها، يا ريت أعرفها. يلا قولي الحزرية. يلا مين الحيوان؟ يلي بمسك طمه بالحرارة. البطيخة. يا علينا، أي بطيخة؟ لا عيد، ما سمعتش، قطعتك من النص. يلا مين الحيوان؟ أيوة يلي بمسك طمه بأنفه. سهلة هاي. احكي. سهلة. يلا شوف. الأسد. يا علينا يا علينا. الأسد الأسد. ولا. مش الأسد. بيسوي هيك. كيف الأسد يسوي؟ بيعملك. عند خطة. عندك بطة. مش بطة يا تيتو، مش بطة. تعال وش مشك إياها، بلاش الأولاد يسمعوها يعرفوها قبلي. أكيد هم بيعرفوا. صح. يعني أنت مبسوط. خلاص أنا مبسوط. الحمد لله صرت مبسوط. طب اسال الاولاد بلكي يعرفوها. ما هو يا اولاد اذا عرفتوها اكتبوا لنا تحت بالكومنت. ايوه بالكومنت بالتعليقات. ايوه اكتبوا لنا بالتعليقات بالكومنتات غادي. اكتبوا الجواب، واذا كان الجواب صح بنحكي لكم ايش هو الجواب المره الجاي. طيب يا اولاد حطوا لنا لايك وسبسكرايب وعلى الجرس كمان. تيتو نعم. لسه زعلان؟ علينا انا مبسوط. ما انت بتحكي هيك بصوره انه مش عجباني انا، كأنك زعلان. طلع مش زعلان. انا زعلان. اذا انت زعلان يعني انا لازم اكون زعلان. لا 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 انت زعلان، انا انتبهت عليك من اول ما بدات تحكي معي، اكيد زعلان انت. انا مش زعلان. زعلان. مش زعلان. زعلان. بتعرف ايش؟ هيك انت عصبي هيك معناته زعلان. زعلان انا مش زعلان. زعلان زعلان يا تيتو. بدي اروح انا، تعرف ايش؟ ما انت زعلان، انت زعلان. مش زعلان. انا متاكد ان انت زعلان بس انت مش حاسس. زعلان زعلان. شايف انت مش حاسس انك زعلان عشانك زعلان. انا بعرف انت. اسال الاولاد كمان. زعلان بقول لك انت زعلان انت. يا حلينا يا عم صابر. اسال يا عمي اولاد. صح وزعلان. زعلان انت 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 اصلا انت زعلان. انت مش عارف انت زعلان. زعلان انت. زعلان انت. زعلان زعلان انت. انت زعلان. انا عم صابر، انا جيت لهون يا ولاد يا حلوين، بحبكم كثير. اكبسوا سبسكرايب ايوه وعلى الجرس كمان. عالدائرة بآخر الفيديوهات. بحبكم، إلى اللقاء. مصادر برسم عالتفاصيل، الأولاد بيحبوني وبينادوني شاطر، بحب آكل محشي.